طيب مين هم أو صفات الناس اللي هم مستخدمي الإنترنت، موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تويتر فيسبوك، الناس دول لو وصلوا لمرحلة الإدمان هل في أعراض معينة ممكن تظهر عليهم أو اضطرابات نفسية مثلا؟ هقول لحضرتك، هو احنا بالنسبة لنا يمكن ساعات بنقسم الأضرار اللي ممكن تحصل لأربع مجموعات كبيرة، اللي هي مجموعة الأعراض الجسمانية، ومجموعة أعراض نفسية، ومجموعة أعراض اجتماعية، ومجموعة أعراض روحية. دي برضو هقول بدرجات مختلفة حسب، في بعضها بيعتمد على المحتوى. لكن مثلا لو قلنا الجزء الأولاني الأعراض الجسمانية، لا الجسمانية بتعتمدش على برنامج، على يعني مش مهم بتفرج على إيه. ليه؟ أنا قعدت أربع ساعات قدام التلفزيون أو قدام الشاشة أو قدام أيا كان بقى الحاجة اللي هنعملها. وبالذات على فكرة الشخص اللي بيبقى نايم يعني مسطح على السرير كده مثلا وماسك ده كده كده ارهاق شديد لعضلات العين، لان جسمه كله مرخي ما عدا عضلات العين. العضلات الثانيه اللي مشدوده برضه عضلات الرقبه، فقرات، فده بيجي له مشاكل في العين بسبب الاشعاعات اللي قريبه، وبيجي له حاجات عشان الرقبه وهكذا. الاكل والشرب، في ناس طول ما هو بيتفرج بياكل، في واحد العكس ما بياكلش خالص، فده يجي له ترهل وبدانه، والتاني يجي له خس ومقدرش ياكل او سوء تغذيه. تمام. ده حاجات جسمانيه. في بعد كده بقى الحاجات النفسيه، ان هو يبقى عصبي جدا، مش عارف يتكلم، مش عارف، مشدود قوي 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 وهكذا. غير بقى الحاجات الروحيه طبعا دي سهل استنتاجها. المفروض نختم لو في دقيقه العلاج بقى يا دكتور، او الوقايه والعلاج سريعا. انا فوجئت ان بيقولوا لي المفروض نختم بس في نص دقيقه لو سمحت عشان نلم الموضوع قوي. بس هو هنقول حاجه، أول حاجة نعملها إن إحنا نعلم ولادنا احترام الوقت. احترام الوقت دي مهمة قوي قوي قوي. وبرضه هقول للأسف إن إحنا نفسنا ككبار مش بنحترم الوقت كويس، فنتوقع إزاي إن ولادنا هيحترموه. فدي أول حاجة، نحترم وقتنا، وبالتالي هيبقى النتيجة إن إحنا نبتدي ننظم الوقت. تمام. ننظم وقتنا، وخلي بالنا في التنظيم لازم 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 يبقى فيه أنشطة جسمانية. أيوة. أو فيزيكال زي ما بنسميها. صحيح، دي أهم حاجة. نتحرك، نروح مع بعضنا، إن شاء الله نخرج نتمشى حتى مع بعض. لأن الرياضة نلعب بتدي لعبة سعادة. في البيت. بتدي. لازم نعمل حاجة مع بعضنا مشتركة ما بين أطراف البيت كله، دي عشان نقدر نوصلها. الحاجة الثالثة برضو اللي إحنا هنضيفها، إنه يا ريت يبقى في برنامجنا اليومي حاجة تقربنا لربنا. لأن برضو دي بتبني طبعا الطفل من الداخل، وبتبني الكبير برضو. بحيث ان هو لما يتعرض لاغراءات شديده او يقع في مشكله ما يبقاش ملجأه الوحيد هو بره. لا، انا هلجأ جوه لربنا اللي موجود جوايا.